نرجع نكمل هذا المقطع الثاني تكمل الى نفس الشاحن. جاني اتصال فقطع الفيديو، قطع التصوير، فلذلك يعني كتبت يعني على الحالي وعلى الصورة على الواتساب يا شباب لا تتصل في اتصال، لا تتصل اتصال. يعني شاب ما بعرفه لأول مرة بيمسك فورا دق على الاتصال وقطع علينا الفيديو. فأنا هذا المونتاج وقصه ولصق ما بدي اشتغله، فهذا الفيديو نفسه بس بدي كمله صار جزئين. الفكرة هي 358 بهذا الشاحن، بهذا الشاحن تحديدا. يعني وقت بتسمعني خذ الكلام مني ثقة، مانو كلام يعني هيك تنظير، خذ الكلام ثقة تمام. 358 وانت عم تشتغل بهيك شاحن، تحديدا بهيك شاحن، راح تنضرب معك مرة والثاني والثالث والرابع والخامس، طول ما انك لساتك عم تشتغل بهذا الشاحن بدها تضل تنضرب معك. بدك تقول ليش، بدي يجي واحد يقول لا انا ما بتنضرب معي، انا لا ما هو كيفك ما تنضرب معك. طول ما انك عم تشتغل في هذا الجهاز وقت اللي بيكون جهده بين 2.5 فولت او 5 او 4، المهم انه جهده ما انه 13.5 او 14.5، فانت طول ما قاعد تشتغل الا ما ترفع جهده بدي يرتفع جهده، وهذا الشاحن تحديدا بيرفع معك 40 فولت. 40 فولت بتدمر هاي الاي سي، مو بس هاي الاي سي، بتدمر كثير عناصر. كثير من الشباب بيسالوا حالهم انه ليش، انا ماني عم احكي عن الخبير والمحترف، وما فينا الخبير ولا المحترف، وانا اول واحد ماني محترف. بيجي هالشاحن فورا من بيفتحه بيلاقي هالمكثف مفجور وهذا المكثف مفجور وهذا المكثف مفجور، وهذا قليل لينفجر لانه في جنبه منظم احيانا بينفجر تمام. هذا المكثف مفجور، كله متفجر، المقاومات متفحمه. ليش؟ لانه هذا الشاحن مانو مثل الشاحن العشرين القديم، ولانه من 30 مثل 30، هذا بيختلف اختلاف كامل. الاختلاف وين؟ بتصميم هذا المحول، هذا الترانز تصميمه، هذا بيعتمد على ترانزستور واحد، هذا بيعتمد على ترانزستور واحد، على النبضة المباشرة. وعليكم السلام، نكمل لا تاخذونا. فهذا الترانزستور او عمل هذا الجهاز بيعتمد على النبضة مباشرة من الاي سي تمام. بيختلف عن باقي الاجهزة كونه بده عناصر للقيادة ودوائر، دائرة بعد دائرة بعد دائرة لحتى نأمن نبضة هون، بينما في اختصار بس لكن بيختلف، ما في شيء بدون مقابل. الفكرة تبعت الشاحن ما فيها اي شيء، ممتازة وكل شيء، بس لكن عذره انه اي خلل مباشرة المكثفة تتفجرت. 358 انضربت، فانا بقدم لكم هل نصيحة هاي، هل معلومة هاي، هل الكلام اللي عم احكيه هيك لحتى تستفيدوا من هذا الكلام، وكلامي ما موجه لأي إنسان ولا في انتقاص من معلوماته ومن علمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني من الطبيعي انه يقاطعونا الزباين، امر طبيعي، لو ما كان في زباين ما كان في اجهزه، فهذا الامر طبيعي تمام. تخطينا هذا هو التحويل، طبعا شرحناه شرح مفصل وهاي للاعاده.
هذا هو ما بده شيء ابدا. مشروح بامكانك تكتب طريقة الغاء المعالج او فوت على الفيديوهات على القناة وبامكانك تشوف اللي بدك اياه. وهيك لحد هون حاج بمقاطع فيديو تاني ان شاء الله بنحكي كمان عنه وبنحكي عن تفصيله ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.